في حديث لقناة تلفزيونية أمريكية، قال كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا إن بلاده قد تستأنف المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب من موقع قوة في آخر آب أغسطس المقبل. أراخاميا أضاف أن الحد الأدنى المقبول لأي اتفاق مع الروس هو طردهم أو انسحابهم طواعية إلى حيث كانوا قبل 24 من شباط فبراير الماضي، وهو تاريخ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. المسؤول الأوكراني أشار إلى وجود مقترحات لعقد اجتماع محتمل بين الروس والأوكرانيين في تركيا بمشاركة الأمم المتحدة، مشدداً أنه ليس منطقياً عقد مفاوضات بشأن عبور السفن من الموانئ الأوكرانية ما لم تبتعد السفن الروسية من شبه جزيرة القرم وتحصل كييف على ضمانة بنسبة 100%. في المقابل، شكك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف في إمكانية استئناف المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في آب أغسطس، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك ما يمكن الحديث عنه. مفاوضات، قال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينيسكي إن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس شرقية أوكرانيا لا تشكلان محوراً للنقاش فيها إذا ما تم استئنافها مع أوكرانيا.